جهاز تناسلي فين؟ في الرجل. يبدا باول عضو اللي هو ده اهو، اهي العضو ها الخارجي ده اهو، اهي تيستس معروفه اهي من هنا، وهذه هنا من بره هنا اهو، اهي تيستس اهي. اه ده اللي هو ايه؟ اللي هو الميل جيتا، ده البرايمر اورجان، اهم اورجان، وده الاورجان الوحيد اللي هو بره الجسم في كيس محيط بيه اهو، اللي هو ده اهو، اهو ده الكيس اهو، ده السكروتم اهو، اهو. يبقى ده لو الدبوس هنا يا جماعه يبقى ده السكروتم، لكن في الاوفال شيب بادي ده اهو اللي هو تيستس، دي من بره وده في القطاع جنبها على طول، ولافف حواليها الابيض ده اهو اي بي ديدي مز اهو، الابيض ده اهو اخره هنا البربخ اهو اخره اهو اي بي ديدي مز كامل كامل. الجزء اللي فيه الدبوس ده اكتر حته اسمها الهيد، دي الهيد اهي اكبر جزء فيه الهيد. بعد كده الجزء اللي جاليه البود، مفيش نيك، البادي. اخر جزء اسمه التيل، الجزء الضيق خالص ده التيل. التيل ده بيمسك معاه على طول اللي هو ده اهو الفاز دي فرانس اهو، الابيض اللي هو الرفيع ده اهو. يبقى هنا هو ده الفاز دي فرانس ده يا جماعه، ده ايه عضو اللي هو شفناه هنا، هو في الاخر ده اخره هنا اهو، هنا اخره، لكن هنا اوله، هنا بدايته، هنا بدايته بيبدا فين؟ عند التيل اوف ايبيديديمز. فعندي هنا اهو باينه خالص اهي، اللي عامله زي الكوما او زي البنانة زي الموزه ده ايه؟ دي اسمها ايه؟ ايبيديديمز كيربت كده اهو. اول جزء فيها اللي هو اللارج ده الهيد، وبعدين البادي، وبعدين التيل اخر حاجه. اللي طالع بقى ده جزء تاني اللي هو ايه؟ فاز ديفرنس. تمام؟ يبقى كده خدنا ثلاث اجزاء في جهاز التناسل للرجل، تيستس الاول، وسكروتم اللي هو البره ده سكروتم اهي، وبعد كده ايبيديديز بقى الثلاثه، وبعدين فاز ديفرنس. ايه تاني بقى في جهاز التناسل للرجل؟ في حاجتين هنا اهو خدناهم من شويه اللي هم الفاز ديفرنس، هو ده بس ده اخره، ده الاند وسيمينال فيسيكل. هنا بقى ان هو في عندي قناه، شايفين الخط الابيض ده اهو داخل البروستيت اهي، المايله ده اهي، هنا في هنا خطين بيض يا جماعه، خط ابيض قلناه من شويه احنا اللي هو ايه؟ اللي هو يوستيكيو لسرا. الخط المايل ده قناه جديده خالص اسمها ايجاكلاتوري داكت، تنتج من اتحاد او الاثنين مع بعضهم دول اللي هم الفاز مع السيمينال فيزيكي، يتفقوا مع بعضهم ويعملوا قناه جديده اهي ده اهي، تخترق مين هنا؟ هو البروستيت، وتفتح فين القناه ده؟ هي بارت اوف، ايوه بروستاتيك بارت اوف يوريثرا، اسمها ايه؟ ايجاكلاتوري داكت. يبقى خدنا تيستس، ايبيديديمز، فاز ديفرنس، سيمينال فيسيكل، ايجاكلاتوري داكت، خمس حاجات اهم دول طبعا جهاز تناسلي للميل. تاني اهو من هنا اهو في دي باين عندي تيستس، ايبيديديمز، الفاز في اوله بدايته، هنا الفاز في اخره، هنا سيمينال فيسيكل، تمام؟ هنا ده هي اللي فيها الدبوس ده هنا اهو. قلت لك واحده ثانيه في دبوس ايوه ها. هنا واحد يبقى الاحمر ده والازرق اهو، دبوسين يا جماعه اهم. الاحمر ده اللي هو ايه؟ ايجاكلاتوري داكت، دي تبع جهاز تناسلي، ده جاي من اتحاد مين؟ الفاز مع السيمينال فيسيكل، تحت مع بعضهم. وتفتح فين بقى ده؟ هي الحمراء دي تفتح في بروستاتيك يوريثرا اللي هي الزرقاء ده اهي. يبقى هنا دبوس ثلاثة اهو، لو دبوس اهو الاصفر اهو، الاصفر اهو يبقى ايه الاصفر ده؟ ايه الاصفر؟ الاصفر بروستيت نفسها، ايوه خديجة الاصفر ده اللي هي الغدة نفسها. يبقى هنا اهو في ثلاث حاجات جنب بعضهم اهم، فرق بينهم. وبرضه ايه؟ ما تلمسش الدبوس عشان زي ما شايفين اهو، لما بنلمسه بيقع بيطيح خالص. فلو لمسته هيجي اللي بعد منك في الامتحان هيحط في اي حته، يبقى انت بتضر اللي بعديك كلهم.
بتاخذ ذنبهم كلهم. الاخضر بروستاتا، الاخضر اللي هو البروستات جلد نفسها. اما الاحمر ده اسمه ايجاكلاتوري داكت، وتعود تكتبها اي جي كلاتوري داكت. الزرقاء اللي هي ايه؟ بروستاتيك يوريثرا او بروستاتيك بارت اوف يوريثرا. تمام. باقي البين، باقي بعد كده بقى ايه؟ الجهاز الرئيسي اللي هو ايه؟ اللي هو الجزء الاخير اللي هو يسموه البينس. تمام. البينس فيه جزئين يا جماعه، جزء ده اهو المنتفخ ده اهو اهو شايفين ده اهو، والجزء الثاني الكبير كله بقى الباقي كده اهو. اه المنتفخ ده اسمه ايه؟ الروت. اه ده الروت بتاع البينس. الروت، الروت ده بيكون من حاجتين، بلج واثنين كراس، كراس وكراس. يبقى ده ايه؟ ده الروت اللي هو منشا الايه؟ منشا البينس. الروت ها اسمه بس اه اه اسمه هنا اسمه الروت هنا اهو الروت. اما الجزء بقى هنا ده ايه؟ البلج ايه؟ البادي فري بار كامل كامل من اول هنا اهو لغايه هنا اهو. اخر جزء اللي هي المنطقه المتسعه ده هي ده هي شايفين ده اهي، دي اللي هي اسمها السيركمسيجن اللي هو الطهاره، يعني بتشيل الجلده اللي عليها لما نعمل طهاره للايه؟ للاولاد الصغيرين. اه ختان يعني الطهاره. اه فدي اسمها ايه؟ دي اسمها الجلانز. جلاند؟ جلا لا جلانز مش جلان. جلانز. اه كنا امس قلنا ايه؟ جلانز. جلانز بينس. يبقى ان هو ثلاث حاجات، الروت اللي هو ايه؟ ال الاحمره دي الزرقاء دي اللي هي ايه اهي، ده 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 البادي الخضره بس بقى من هنا من بره هنا اهو اسمها الجلانز. تمام. باين هو ان البادي بتاع البينس كله والروت كله كده اهو بيختاروا خمين الابيض اهو قلنا من شويه اللي هو اسمه ايه؟ بينايل يوريثرا، اللي طولها 16 سم. الطول ما يختلف يا دكتور من شخص لشخص. مين؟ لا احنا بنتكلم على النورمال. دكتور حاط في الابيض ولا دي في الابيض؟ طيب انا بيقول اليوريثرا طيب اليوريثرا انا بقول انا بوضح يعني انا بوضح ان ايه نقول ان البادي بيخترقوا الايه بيناين يوريثرا. تمام. يبقى ده بالنسبه ايه للبينس. يبقى البينس اهو اسكروتم اهو يا جماعه، ده اسكروتم اهو اللي من بره ده اهو ده اسكروتم. تمام. كله باين في هذا القطاع مفهوم. بعد كده في عندنا هو وجدنا الجهاز التناسلي للمرأة اهو.